نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية البيئة الأردنية حملة في منطقة البحر الميت للتخلص من مادة الرصاص المستخدمة في الطلاء والبنزين، وبمشاركة 100 من طلبة المدارس من شبكة الطالب البيئي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمل الدولي الهادف إلى منع التسمم بالرصاص. وتدعو الحملة التي تدعمها منظمة الصحة العالمية إلى الحد من استخدام الرصاص لما له من مخاطر على البيئة والإنسان وبخاصة الأطفال. وقال رئيس قسم السلامة الكيماوية في وزارة الصحة الدكتور ماهر شحادة إن الحملة تأتي كمبادرة توعوية للأطفال من مخاطر مادة الرصاص وما تسببه من أمراض عصبية وأضرار للأجنة، إضافة إلى خطورتها المسببة للإصابة بمرض الكلى وارتفاع ضغط الدم. هذه الحملة جاءت مبادرة من منظمة الصحة العالمية للاحتفال بالتخلص من مادة الرصاص أو عالم خالي من الرصاص، وبالذات الأطفال، لأن مادة الرصاص هي مادة سامة جدا، وبالذات الأطفال لأنه تأثيرها على الجهاز العصبي والإدراك والذكاء، فكانت الحملة رائعة جدا ومفيدة وناجعة للأطفال حتى يتوعوا عن المنتجات التي يحتمل أن يكون بها رصاص، علما أن الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة ومواصفات المقاييس عملت جاهدة على أن يكون أي منتجات قد تصل للأطفال أن تكون خالية من مادة الرصاص. فهذه الحملة توعي الأطفال حتى يقرأ عن خلو المنتج الذي يتعامل معه من مادة الرصاص.